السلام عليكم، معكم ياسمينة من جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي سعادة وفرح وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. أعتذر لأنني أتأخر عليكم في نشر الفيديوهات، لأنني عندما نشرت آخر فيديو حول موقع Teachers by Teachers وأعلنت عن الكورس لم أتوقع أن يتسجل في الكورس أكثر من 60 شخص في أقل من شهر، فاضطررت لكي أتابع معهم عبر مجموعة الواتساب، أتابع معهم التقدم وأحل معهم بعض المشاكل التي تواجههم حاليا. والحمد لله أغلب الأصدقاء الذين أخذوا الكورس في وقت مبكر أصبحت لديهم مبيعات جيدة وهذا يبشر بالخير، ولكنني سأستمر في متابعتهم إلى أن نصل إلى نتائج جيدة جدا وإلى مبيعات أكثر وأكثر، وإلى أن يصلوا إلى مرحلة بحيث يستطيعون الاستمرار بمفردهم ولن يحتاجوا إلى دعم ومساعدة مني. لذلك سأستمر في النشر على فترات متباعدة في هذه القناة، فأرجو أن تعذروني. لكن اليوم قررت أن أنشر هذا الفيديو لأهميته الكبيرة، لأنني أتوصل بالكثير من الرسائل عبر الإنستغرام من أشخاص لديهم متاجر في إيتسي، لكنهم للأسف بعد أول مبيعة يتم إنهاء حساباتهم لأنهم لا يعرفون ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها. أغلب من تواصلت معهم لا يعرفون فعلا ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها بعد أول مبيعة. بعد أن تحصل على أول مبيعة يجب أن تقوم ببعض الإجراءات المهمة لكي تحمي حسابك من الإغلاق بشكل نهائي، وهذه الإجراءات شرحتها في هذا الفيديو بالتفصيل بمثال واضح وحقيقي، لأنه حدثت معي نفس المشكلة عندما حصلت على أول مبيعة تم إغلاق حساب بشكل مؤقت وطلبوا مني بعض الإجراءات، وصورت لكم كل هذه الإجراءات وبإذن الله عاد حسابي يشتغل بشكل جيد بعد ذلك، وحصلت على بعض المبيعات الجيدة. في كل فترة أحصل على مبيعات بإذن الله. في هذا الفيديو سأشرح لكم هذه الإجراءات بالتفصيل، وأيضا سأعطيكم بعض النصائح لزيادة المبيعات في موقع إيتسي. كما تلاحظون عندما حصلت على أول مبيعة إيتسي أرسلت لي رسالتان. الرسالة الأولى هي رسالة تهنئة حول أول مبيعة وفيها تفاصيل الطلب، ومباشرة أرسلت لي رسالة أخرى مكتوب فيها Action Required، يعني الإجراء المطلوب. ركزوا معي، من الأفضل عندما تتوصل بهذه الرسالة اقرأها جيدا لمعرفة ما المطلوب منك. ربما ستختلف هذه الرسالة من متجر إلى آخر حسب نوع المنتجات. إذا كنت تبيع الهاند ميد أو المنتجات الملموسة فيرجى إفادتنا في التعليقات، هل توصلت بنفس هذه الرسالة أم فيها بعض التفاصيل المختلفة؟ طبعاً لغة هذه الرسالة تكون حسب اللغة التي فتحت بها المتجر، بعض الأشخاص تصلهم باللغة الفرنسية. تمام، قمت بترجمة هذه الرسالة سابقاً والآن سأقرأها عليكم باللغة العربية. أرجو أن تركزوا معي لأن هذه الخطوات ستنقذ متجركم إن قمتم بها بالشكل الصحيح. نص الرسالة: مرحبا ياسمينة، تهانينا على البيع الناجح على إيتسي، نظرا لأنك تبيع الآن بانتظام يتعين على إيتسي التحقق من هوية البائع لتمكين الاستخدام المستمر لإيتسي بيمنت، ولن نتمكن من التحقق من هويتك من خلال المستند الذي قمت بإدراجه في البداية. لإكمال التسجيل يرجى النقر هنا. ركزوا هنا، يرجى النقر هنا. عندما تضغط على كليك هير سيقودك مباشرة إلى الصفحة التي من خلالها ستقوم بتأكيد الهوية. سنكمل الرسالة ثم سنقوم بكل التفاصيل خطوة بخطوة، فقط ركزوا جيدا. إذا تشمل أشكال التعريف المقبولة رخصة القيادة أو بطاقة هوية تحمل صورة صادرة من جهة حكومية أو جواز سفر ساري المفعول. يرجى ملاحظة القيود التالية حول أنواع الهوية التي نقبلها. طبعا كملاحظة بسيطة، عندما نجد هذه الرسالة الطويلة أغلب الأشخاص يتكاسلون عن قراءتها ثم يقومون بأخطاء فادحة تؤدي إلى إنهاء حساباتهم. يجب أن تقرأ هذه الرسالة بتأني وتفهم جيدا ما المطلوب والشروط المطلوبة لكي تفهم الخطوات التي يجب عليك القيام بها بشكل صحيح. نحن قادرون فقط على قبول المعرفات ذات الأحرف اللاتينية، يعني البطاقة التي سترسلها سواء كانت جواز سفر أو بطاقة هوية أو رخصة قيادة يجب أن تكون فيها أحرف لاتينية.
يعني أحرف أجنبية وليس عربية. حتى لو كانت فيها أحرف عربية ولكن يجب أن تكون فيها أحرف لاتينية لكي يتأكدوا منها. أنا أرسلت لهم بطاقة التعريف الوطنية فيها اسم بأحرف عربية والاسم بأحرف أجنبية وقبلوها. يجب أيضا أن تعرض نسخة الهوية الخاصة بك بوضوح، اسمك وتاريخ ميلادك وتاريخ إنهاء الصلاحية. يجب أن يكون المعرف ساريا وغير منتهي الصلاحية، يعني البطاقة التي سترسلها يجب أن يكون فيها تاريخ صالح وليست بطاقة منتهية الصلاحية. يجب أيضا أن تتوافق المعلومات الواردة، وهذه هي أهم جزء ويجب التركيز فيه لأنه بسببه قد يؤدي إلى إنهاء الحساب بشكل نهائي. ركزوا، يجب أن تتوافق المعلومات الواردة في المستند الذي سترسله مع الاسم الوارد في حساب الشوب بيمنت الخاص بك. يعني الاسم الذي تسجلت به في المتجر يجب أن يكون نفس الاسم الموجود في البطاقة التي سترسلها أو في المستند الذي سترسله. إذا لنكمل نص الرسالة، إذا كنت ترغب في استخدام اسم أحادي يرجى ملاحظة أن وثائق يجب أن تؤكد أن لديك اسما قانونيا واحدا فقط. البطاقات الصحية أيضا الصادرة عن الحكومة ليست نموذجا مقبولا لإثبات الهوية، يعني أي بطاقة أخرى غير بطاقة التعريف الوطنية ورخصة القيادة وجواز السفر تكون غالبا غير مقبولة. في حالة تحميل جواز السفر يرجى تضمين صفحة السيرة الذاتية فقط، يعني الصفحة التي تحتوي على اسمك ورقم جواز سفرك وصورتك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك يرجى مراعاة ما يلي لمساعدة ضمان احتواء التقاط الصور على جميع المعلومات التي تحتاجها لمراجعة وثائقك. هذه المعلومات هي ضرورية جدا لطريقة تصوير الملف أو لطريقة تصوير البطاقة، بحيث تكون جميع المعلومات واضحة ليتم تأكدها بشكل سريع. إذن المكتوب هنا نقترح وضع بطاقة هويتك على سطح مظلم عادي، سيساعد هذا في ضمان وجود تباين بين المعرف الخاص بك والخلفية. تأكد من أنك في غرفة مضاءة جيدا وأن جميع المعلومات الموجودة في بطاقة هويتك مقروءة. نطلب أن تكون جميع الزوايا الأربع لبطاقة الهوية الخاصة بك مرئية في التقاط الصورة، يعني عندما تلتقط الصورة لا تلتقط الصورة في الوسط وتتجنب التقاط الهواء، يجب أن تكون البطاقة كلها واضحة حتى الهوامش تكون واضحة. نطلب منك تجنب الوهج على الصورة، يعني لا تقم بإضاءة الفلاش عند التصوير لأن الفلاش قد يؤدي إلى تعتيم المعلومات المهمة. تجنب تحريف صورتك، نطلب منك التقاط صورتك بزاوية 180 درجة. لن تتمكن من الوصول، هذه معلومة مهمة جدا، لن تتمكن من الوصول إلى الأموال من طلبك ولن تكتمل معالجة أي طلبات جديدة حتى يتم تحميل مستنداتك بنجاح والموافقة عليها. يعني حاليا بعد الحصول على أول مبيعة وبعد التوصل بهذه الرسائل يكون متجرك في حالة إغلاق مؤقت. حسنا، سندخل الآن إلى المتجر لنرى كيف يبدو للآخرين. وهي عندما تضغط على المتجر ستلاحظ مكتوب هذه الجملة: مرحبا وشكرا على الزيارة، أنا أعمل على تجهيز طلباتي وسأعود قريبا. يعني يشبه الإغلاق المؤقت. إذا لم تقم بالإجراءات اللازمة سيتم حظر المتجر نهائيا بعد ذلك، وإذا قمت بالإجراءات ستتوصل برسالة مفادها أن متجرك أصبح أونلاين من جديد. طبعا أعيد وأكرر، قد تصلك رسالة مختلفة عن هذه الرسالة، ربما سيطلب منك تفعيل الحساب البنكي وليس تأكيد الهوية، وربما ستكون فيها مشاكل بخصوص شحن المنتج. المهم حاول دائما أن تقرأ الرسالة وتترجمها وتفهمها جيدا ثم تقوم بالمطلوب منك. أنا الآن سوف أضغط على كليك هير. لاحظوا ستجدون أصلا مكتوب بالأحمر Action Required في قسم Your Documents. كما تلاحظون كنت قد أضفت مسبقا البطاقة ولكنهم طلبوا مني تأكيدها مرة أخرى. قبل أن أضغط عليها لتأكيد الهوية سأريكم طريق للوصول إلى هذا القسم مباشرة من إيتسي، بحيث لو لم تروا الرسالة ستعلمون أنه عليكم القيام بإجراء. أي قسم ستجدون أمامه هذه الكلمة Action Required فعليكم اتخاذ إجراء مباشرة. إذن للوصول إلى هذا القسم نضغط على Finance ثم Legal and Tax Information. الآن سأضغط هنا على Upload. حسنا سأضغط هنا على Upload. لاحظوا
كل شيء مكتوب بالتفصيل، عليكم فقط معرفة ما المطلوب منكم ثم القيام به. فقط ركزوا في الخطوات وتأكدوا جيدا من المعلومات قبل إرسال أي ملف. كما تلاحظون هنا مكتوب تشمل بطاقات الهوية الصادرة من الحكومة، جوازات السفر ورخص القيادة وما إلى ذلك. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة اضغط هنا. وهنا ما قال فيه كل التفاصيل حول إرسال بطاقة الهوية، ويجب أن يكون الملف المرسل يؤكد التفاصيل التالية: اسمك بالكامل وتاريخ ميلادك وعنوانك، هذه التفاصيل التي تسجلت بها في الموقع. يعني لو كنت قد أضفت أي معلومة خاطئة، الاسم أو تاريخ الازدياد أو العنوان، لن يتم قبول البطاقة. تأكد من أن البطاقة التي سترسلها تؤكد هذه التفاصيل: الاسم بالكامل، تاريخ الازدياد والعنوان. قد تحدث معكم مشكلة أثناء رفع الملف، خاصة إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية التي تكون من جهتان. إذا قمت بإرسال ملفين سيحدث خطأ هنا ولن تستطيع إرسال الملف. ركزوا معي، هذه النقطة مهمة جدا، ربما ستحدث معكم هذه المشكلة ولن تعرفوا كيف تحلونها. حسنا، سيطلب منك إرسال 7 نماذج. عندما ترسل ملفان سيطلب منك إرسال 7 ملفات، ولا أدري الصراحة لماذا كتبوا هنا يجب إرسال 7 ملفات، بالرغم من أنني جربت إرسال فعلا 7 ملفات إلا أنهم لم يقبلوها أيضا. والحقيقة أنه يجب إرسال فقط ملف واحد يحتوي على البطاقة من الأمام والخلف. الشيء الذي قمت به لتفادي هذا المشكل هو أنني صورت البطاقة من الأمام والخلف ثم رفعتها على الحاسوب الخاص بي وأنشأت تصميم جديد في كانفا بمقاس 8.5×11، ثم أضفت البطاقة بالجهتان على الشكل التالي، ثم قمت بتحميل الملف بصيغة PDF براند قابل للطباعة، ثم قمت برفعها. لا تنسى أيضا اختيار اسم الدولة من هنا المغرب، وأيضا نوع البطاقة، ثم تضغط على سابميت. لاحظوا هذه الرسالة، الملف الخاص بك دخل في المراجعة. تحقق هنا مرة أخرى لمعرفة حالة الطلب. لاحظوا أيضا هنا مكتوب Submit for Review، يعني الملف في المراجعة يجب أن يكون Verified وبالأخضر لكي تتأكد أنه مقبول. سيتم أيضا إرسال رسالة عبر البريد بعد التحقق من الملف. ملاحظة أخرى، عندما تضغط على الداشبورد دائما اقرأوا الرسائل أو التحديثات المكتوبة في هذا المكان، لأن بعض التحديثات تكون مهمة جدا. هنا مكتوب أنه علي تأكيد حسابي البنكي للحصول على أرباح المبيعة. إذا سأضغط على Get Started سيطلب مني تسجيل الدخول من جديد. حسنا، سأقوم بتسجيل الدخول من جديد باستعمال الجيميل مباشرة، ثم أختار البريد الإلكتروني. جيد، هذه هي صفحة تأكيد الحساب. للوصول إليها بشكل مباشر من الموقع نضغط في القائمة الجانبية على اليسار على Finance ثم Payment Methods. الآن كيف سنقوم بتأكيد الحساب البنكي؟ ننزل إلى الأسفل. لاحظوا هنا مكتوب أن إيتسي ستقوم بإرسال مبلغ صغير. ما يجب أن أفعله هو أنني سأقوم الآن بتأكيد الحساب البنكي، ثم إيتسي سترسل لي مبلغ صغير على حسابي لتأكيد الحساب. ثم بعد فترة، يفضل من 2 إلى 3 أيام، سأتوصل بالدفعة الصغيرة من إيتسي. يجب أن أعود إلى هذا المكان ثم أكتب المبلغ الذي أرسلته لي إيتسي، ثم سيصبح حسابي مفعل وقابل لاستلام الدفعات من إيتسي كل شهر. هذه الخطوة مهمة جداً، إن لم تقم بها قد تكون سبب في إنهاء متجرك إلى الأبد، فاحذر جيدا. حسنا، لنبدأ سنضغط على Save and Start Bank Verification، ثم سنضغط في الصفحة الموالية على Verify Account. ليس عليك الآن فعل أي شيء سوى انتظار 2 إلى 3 أيام للتأكد من وصول المبلغ الصغير من إيتسي، ثم ستجد أن هذه الأيقونة تغيرت. لاحظوا هنا مكتوب بعد أن تتوصل بالمبلغ الذي أرسلناه لك إلى حسابك، قم عد إلى هذه الصفحة مرة أخرى لكتابة المبلغ، بحيث عندما تعود بعد 24 ساعة ستجد أنه يوجد خانة لكتابة المبلغ الذي توصلت به. بمجرد أن تكتب المبلغ سيصبح حسابك مفعل
وقادر على استلام أرباح إيتسي. طبعا ستصبح هذه الخانة موجودة بعد 24 ساعة على ما أعتقد، لكن المبلغ سيصل من يومين إلى 3 أيام عمل. هذا هو المبلغ الذي حصلت عليه من المبيعة الأولى. هذه مصاريف إيتسي، صراحة لديهم مصاريف مرتفعة. إذن المبلغ الذي أستطيع سحبه هو فقط 13.68 درهم. بالنسبة لرسالة القبول توصلت بها بعد ساعة فقط لحسن الحظ، وتم تأكيد بطاقة الهوية، وكما هو مكتوب في نص الرسالة أصبح متجري الآن أونلاين وأستطيع الحصول على المبيعات بدون أي خطر بإذن الله، لأنه إذا تجاوزت أول مرحلتان من الإغلاق، الإغلاق بعد فتح الحساب والإغلاق المؤقت بعد أول مبيعة، سيكون حسابك في أمان وستحتاج فقط إلى زيادة المبيعات. وللتأكد أكثر ندخل إلى المتجر ونضغط على Finance، ثم نحدد Legal and Tax Information، ثم ننزل إلى الأسفل قليلا Legal Document. لاحظوا هنا مكتوب Verified. جيد، الآن سنتأكد من الحساب البنكي أيضا. بعد أيام توصلت فعلا بمبلغ من إيتسي، وهذا هو المبلغ كما هو ظاهر، يجب أن أكتبه كما هو. فتأكدوا جيدا من هذا الاسم، لأن أغلب الأشخاص يعتقدون أن المبلغ يكون باسم إيتسي سيتي بانك أورو، وهذا هو المبلغ 12.93 درهم. سنضغط على داشبورد ثم Verify Account مرة أخرى. إن لم تجد نص رسالة هنا اضغط على القائمة الجانبية على اليسار ثم Finance وحدد Payment Method. ستنبثق مباشرة هذه النافذة. لاحظوا الآن أصبح لدينا خيار لإضافة المبلغ. سأكتب المبلغ 12.93 سنت أو 12.93 درهم، ثم نضغط على Verify Account. إن قمت بإدخال مبلغ مختلف أكثر من 3 مرات ربما سيغلقون حسابك نهائيا. هذا ما حدث مع إحدى المتابعات للأسف، لأنها قامت بإدخال مبلغ مختلف أكثر من 3 مرات واعتقدت أنه نفس المبلغ الذي أرسله إيتسي، وعندما قامت بإدراجه 3 مرات أرسلوا لها رسالة إغلاق الحساب بشكل نهائي لأنها أدخلت رقم خاطئ. تأكد جيدا من المبلغ بحيث يكون صحيح، واسم المرسل يكون سيتي بانك أورو. جيد، الآن حسب نص هذه الرسالة في الأعلى الحساب أصبح مفعل الآن ويمكن استلام أرباحي كل شهر. كما تلاحظون أرباح إيتسي ارتفعت قليلا لأنني حصلت على بعض المبيعات الجديدة لبعض المنتجات الرائجة بحيث استعملت كلمات عليها بحث هذه الفترة. الآن نمر إلى فقرة البحث عن الكلمات المفتاحية. للبحث عن الكلمات المفتاحية في موقع إيتسي طريقتان، الطريقة الأولى وهي مجانية تماما ولكنها فعالة جدا، والطريقة الثانية هي مدفوعة للأشخاص الذين لديهم رأس مال أو يبحثون عن طريقة سريعة لإيجاد كلمات مفتاحية كثيرة قوية. الطريقة الأولى وهي ستدخل إلى موقع إيتسي ثم تكتب في مربع البحث اسم منتج من المنتجات التي تريد أن تبيعها، ثم تدخل إلى المتاجر المشابهة لمتجرك التي تبيع منتجات تشبه المنتجات التي تريد أن تبيعها في إيتسي. تدخل إلى المتجر ثم تنظر إلى كم عدد الأشخاص الذين أضافوا هذه المنتجات في سلتهم. فإذا وجدت منتج 8 أشخاص، 10 أشخاص، إلى 20 شخص قاموا بإضافته إلى السلة، فهذا يعني أن هذا المنتج عليه بحث كبير ويحصل على مبيعات كبيرة. ماذا ستفعل؟ ستأخذ الكلمات المفتاحية لهذا المنتج ثم تعيد كتابتها في مربع البحث وترى عدد نتائج البحث. فإذا كانت نتائج البحث 3000 ثم أقل، فهذا يعني أن هذه الكلمة هي كلمة مفتاحية قوية يمكنك أن تستعملها في العنوان، ويمكنك أن تأخذ فكرة هذا المنتج وتصممه بطريقتك المختلفة طبعا. وهذه الطريقة رائعة جدا وأنا جربتها وفعلا حصلت على بعض المبيعات الجيدة من هذه الطريقة. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق استعمال أداة تسمى سيل ساموراي. هذه الأداة يمكنك تحميلها من الموقع الرسمي بعد الاشتراك وتظهر في القائمة العلوية هنا. عندما نضغط عليها سندخل مباشرة إلى موقع إيتسي، ثم سنكتب في مربع البحث أي كلمة مفتاحية لمنتج نريد بيعه. لنقول مثلا أنا أريد تصميم البيرثداي كاردز. لاحظوا نتائج البحث المختلفة، ستظهر في جانب كل نتيجة بحث نسبة البحث الشهرية وعدد الكلمات المفتاحية المشابهة لكل كلمة.
ما عليك سوى اختيار كلمة مناسبة من القائمة ثم الضغط عليها، وكما تلاحظون ستفتح قائمة كبيرة بكل المرادفات وكل الكلمات المفتاحية المتشابهة. وهنا على اليمين نسبة البحث الشهرية ونسبة المنافسة. سنختار بكل سهولة كلمة عليها منافسة قليلة وطلب عالي أو نسبة بحث عالي. هذه مثلا 69 سنة بيرثداي كارز. سنقوم بنسخها ثم نعيد كتابتها في مربع البحث في إيدسي. رائع جدا، نسبة البحث 673 مثل ما ظهر بالضبط في الأداة. يعني فعلا هذه الأداة قوية جدا في تحديد نسبة المنافسة الحقيقية. يمكن أن تخصص متجر فقط للبطاقات، بطاقة أعياد الميلاد، وتضع فيها تواريخ مختلفة وستحصل منها على مبيعات كثيرة. أداة سيل ساموراي لديهم حاليا عرض بمناسبة البلاك فريداي، وهو الحصول على اشتراك لمدة 6 أشهر بالسعر 49.99 دولار بدل 59.94 سنت، بحيث أن الاشتراك الشهري هو 9.66 دولار، لكن مع تخفيض البلاك فريداي سيصبح المبلغ 6.66 دولار للشهر. يمكنك تجربة الأداة والاستفادة منها لمدة 3 أيام مجانا، وإذا لم تعجبك الأداة يمكنك أيضا إلغاء الاشتراك في أي وقت تريد. بصراحة أنا تواصلت معهم لمعرفة طريقة إلغاء الاشتراك وأرسلوا لي هذا الرابط، بحيث ستدخل إلى حسابك account ثم subscription وتضغط على cancel الموجود في الأسفل، ويكون بالزر الأحمر ويكون باللون الأحمر. جيد، رابط الأداة مع كوبون خصم 20% ستجدونه في صندوق الوصف. بعد التسجيل في الأداة أنصحك أولا بمشاهدة التوتوريالز للتعرف على مميزات هذه الأداة الرائعة، بحيث ستجد فيديوهات تشرح كل جزء من أجزاء هذه الأداة وكيفية استخدامها. هذا كل شيء أصدقائي، إذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا أن تضعوا له لايك وتشاركوه مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأجدد الفيديوهات فورا نزولها. وإذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات اتركها لي في صندوق التعليقات. بالنسبة للأشخاص المهتمين بأداة سيل ساموراي، فعرض البلاك فريداي سوف ينتهي في يوم 28 من هذا الشهر. من الأفضل استغلال العرض قبل يوم 28 من هذا الشهر، لكن إذا كنت مبتدئ ولم تحقق بعد أول مبيعة ولم تتخطى مشكل الإغلاق بعد أول مبيعة، فلا أنصحك بشراء أي أدوات، فقط العمل بشكل مجاني بإذن الله إلى أن تحل المشاكل وأن يصبح متجرك آمن، لأنه سيصبح المتجر آمن بعد إغلاق الحساب للمرة الثانية أو بعد أول مبيعة. هذا كل شيء، أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. كنت معكم ياسمينة وفي أمان الله، مع السلامة.